للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن من غزة أمجد الشوى، الحقوقي ومدير مكتب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. أهلا بك دكتور أمجد معنا. في البداية، المنظمات الإغاثية والأممية وأيضا الجهات المعنية بحقوق الإنسان باتت تعي تماما حجم الكارثة التي يعيشها السكان، ويظهر ذلك سيد أمجد في التقارير التي تصدر بشكل دوري من تلك الجهات. ماذا بعد لإغاثة سكان غزة من وجهة نظرك؟ يعني أولا شكرا جزيلا. بالفعل يعني القضية الفلسطينية منذ النكبة الفلسطينية حتى الآن الأكثر توثيقا في العالم فيما يتعلق بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك توثيق مهني تقوم به منظمة حقوق الإنسان ورفعها للجهات الدولية المختصة سواء على صعيد الأمم المتحدة أو غيرها من منظمات حقوقية دولية. ولكن للأسف الشديد طبعا يتم دائما تسييس حقوق الإنسان، والنموذج الفلسطيني هو أكبر دليل على ذلك. وأيضا ازدواجية المعايير التي تمارس فيما يتعلق بحقوق الإنسان. اليوم نحن أمام مجموعة من القرارات التي اتخذت في محكمة العدل الدولية أو محكمة الجناية الدولية، وهناك عدد كبير من القضايا التي رفعت في هذه المحكمة الجناية الدولية فيما يتعلق بانتهاكات الاحتلال وجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية. وللأسف حتى الآن فيما يتعلق بالقرارات نحن في انتظار اتخاذات خذ قرار لإنصاف الضحايا وإنصاف الإنسانية قبل الضحايا الفلسطينيين. أيضا فيما يتعلق بمجلس الأمن الدولي الذي للأسف الشديد حتى الآن لم يتخذ قرارا جديا لإنفاذ حتى قراراته التي اتخذها فيما يتعلق بوقف العدوان الإسرائيلي وإدخال حتى إدخال المساعدة. إسرائيل في ظل هذا الدعم الأمريكي و يعني تستمر في عدوانها وتستمر في انتهاك منظومة حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي وقانون الدولي. القضية الفلسطينية يعني هناك مجموعة من القرارات التي اتخذت، ونحن كمنظمات حقوقية ومنظمات إنسانية فلسطينية نعمل جهدنا من أجل الاستمرار في الدفع باتجاه قضية شعبنا الفلسطيني بصفتها قضية عادلة، قضية مبنية على أساس حقوقي. فبالتالي نحن نواصل دورنا وجهدنا، والآن الأمر برأس الإجابة لدى الجهات الدولية المختصة في هذا الأمر حتى تكون لديها خطوات حقيقية لإنفاذ مقررات. نعم سيد أمجد، يعني تابعنا مقطع الفيديو الذي أظهر كلب بوليسي لجيش الاحتلال يهاجم بوحشية سيدة مسنة لأنها رفضت أن تترك منزلها في قطاع غزة. كيف يمكن أن يستخدم فيديو كهذا للتحرك الفعلي والسريع والعاجل للمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لنجدة الأوضاع التي يعيشها السكان وما يفعله الاحتلال من جرائم بحق السكان المدنيين؟ يعني هذا الفيديو وغيره من شواهد على ممارسات الاحتلال الوحشية بحق المدنيين الفلسطينيين، النساء والأطفال والشيوخ وحتى المرضى والجرحى. هذه طبعا نسعى دائما لتوثيقها وارسالها لكافة الجهات الدولية المعنية، ونؤكد ان للأسف حتى الآن لا توجد اي قرارات وخطوات لإنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني وإنصاف الضحايا الذين يتعرضون لهذه الجرائم المستمرة والمتواصلة. هناك تحركات على الصعيد الشعبي في الألعاب في الهيئات الشعبية في مختلف دول العالم ذات فيها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن للأسف هناك إرادة سياسية لأجل منع اتخاذ هذه الإجراءات من قبل بعض الدول حتى فيما يتعلق بفرض العقوبات وأيضا إنصاف هؤلاء الضحايا الذين هم جزء من هذه الإنسانية. نعم سيد أمجد، وأنت مسؤول بشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وحقوقي، معني بذلك الملف، هل ترى أن الملف الحقوقي يعني ليس يأخذ وضعه بشكل كبير في الساحة الدولية خلال تلك الحرب،
وأن ربما المسؤولين والمجتمع الدولي معني بالشأن السياسي أكثر خلال تلك الفترة؟ يعني بلا شك أنه منذ بدء وقبل ذلك يتم تسييس حقوق مبادئ حقوق الإنسان في على هيئات دولية كمجلس الأمن الدولي وغيره، ولكن نحن نؤكد على مسعانا المستمر والمتواصل لأجل ليس فقط إدامة الاحتلال بل إعمال المساءلة، وليس فقط لمصلحة الفلسطينيين، هذه المساءلة هي لمصلحة البشرية، لأن هذا الأمر غير مسبوق وسيتكرر في مناطق أخرى من العالم إذا لم يتم إعمال المحاسبة. نحن مستمرين في هذا الجهد من أجل التوثيق المهني ورفع هذه القضايا أمام الجهات الدولية المختلفة لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا أينما كانوا. شعبنا الفلسطيني جزء أصيل من البشرية ويتطلع لإنصاف حقوقه التي طالما أنكرت، واليوم نحن أمام مشهد خطير جدا وغير مسبوق على مستقبل هذه الكارثة الإنسانية وعمليات القصف المستمرة واستهداف المدنيين، وكما ذكر التقرير المتحدة الأطفال في عين الهدف الإسرائيلي من عمليات قتل وأيضا استهداف لمقومات حياتهم لجعل حياتهم أصعب، وجعل أيضا قطاع غزة مكانا غير ملائم للعيش بأي شكل من الأشكال لهؤلاء الأطفال وتدمير مستقبلهم. نعم، وهذا ما ذكره التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال يونيسف. أنا بشكرك شكرا جزيلا السيد أمجد الشوى الحقوقي ومدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.